كم يوم نزلت عن هاي اللعبة، نزلت عن هاي اللعبة قبل كم يوم، فبدي أحكي لكم إذا حابين نعمل تحديات وتحطولنا على التعليقات تحدي، يعني إذا خسرت بتعمل هيك، يعني أنتوا حكولي مثلا إذا خسرت شو أسوي، أعطونا تحديات. طبعا انا لعيب كثير بهلا، هاي كمان بيعطيني تحدي. ايش حط لك انا؟ اذا خسرت لازم تحذف. سامعين بحكي لي اذا خسرت، بحكي لي اذا خسرت لازم تحذف لعبتك المفضله، اللي هي عندي لعبتين مفضلين، فري فاير وروبلوكس وببجي، اكثر من لعبه مفضله بس اكثر اشي روبلوكس وفري فاير. يلا خلينا نكمل هيك. يي خسرت. لا لا بعدني بعدني، هي بيعطوني اني اكثر من فرصة. هم خبرش، طبعا انا راح افوز. طبعا النقطة الجاية راح ننزل النقطة الجاية اليوم. في اكثر من فيديو الجاي. Where are you buying from now? I always. بدأنا، يلا خلينا نكمل. لا عادي عادي، في معي أكثر من محاولة. لا أنا أعطيتك ثلاث محاولات. مش أنت بتعطيني اللعبة هاي عندها؟ طب أنا بعطيك ثلاث محاولات. طبعا هي هاي ثاني محاولة تاخد مني. يلا ضايل لك اخر محاولة. عن جد والله هاي ثاني محاولة، والله ثالث محاولة. عادي بيكون في محاولة اضافية. طبعا انتو، طبعا انتو اكتبوا لي بالتعليقات شو بتكون، تكون التحديات شو بدكم. انا بدي، انت اعطيتني تحدي دورهم. مستوى كثير عالي طبعا. يلا خلونا، صحيح لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس، وطبعا لا تنسوا كمان تبعثوا هذول المقاطع لناس ثانيين عشان يشوفوا الفيديوهات ويستمتعوا. يلا يا جماعة خلونا نكمل الفيديو. 2 3 شو صار؟ طبعاً لا تخاف راح افوز اول واحد. خلونا نكمل. ايوه هيك لعبة صح. يا الله لا لا، مش ما دخلني انا، انا محاولات. شو دخلني انا؟ هن اللي يدمر السيارات. اكيد لا لا مش راح اعيد. خلص ما ابتداك التحدي ده عادي. التحدي
طبعا هم وصلنا لنهاية المقطع. إذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا القناة. لا تنسوا دعمكم لهذا.